تخصيص اكثر من 160 طبيب لهذه العمليه وكذا 280 شبه طبي. اما بالنسبه للامكانيات البشريه فتم استحداث 166 نقطه، منها 48 نقطه او فرقه متنقله من اجل تغطيه مناطق الظل والمناطق النائيه. كذلك تم رصد اكثر من 50 حافله لتسهيل عمليه تنقل المواطنين. نحن اليوم برفقه الفرقه الطبيه المتنقله جئنا الى منطقه مسكه التي تعد منطقه الظل. العملية مرت بطريقة جيدة وفق بروتوكول وزارة الصحة ومديرية الصحة الذي تبعناه، وندعو المواطنين إن شاء الله للمجيء وتلقي اللقاح والحماية من الكوفيد إن شاء الله. درنا الفاكسة والحمد لله تاع المرض هذا، ودرنا الفاكسة اليوم وما ان شاء الله نرجع لطبيعتنا. الحمد لله اليوم تلقينا الجرعه الاولى نتاع اللقاح نتاع كورونا، وربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. سطر امن ولايه الجلفه خطه امنيه تمثلت في وضع تشكيلات امنيه من اجل حراسه وتامين مراكز التلقيح المتواجده بقطاع الاختصاص، من بينها 21 مركز تلقيح بمدينه الجلفه.